يبحثون عن أمل يتنشقونه، وأن هؤلاء الأطفال هم الذين يضيئون الطريق بخطوات ثابتة وواعدة. لا تخافوا أيها الصغار، تسلحوا بالأمل، فالأمل وحده هو الأمان. هم هنا يحاولون النضال والاستمرار، حملوا حقائبهم ليقولوا للغد أن ينتظرهم، وبنظرة الأمل إلى الوطن سيعودون. احتفلوا معنا بيوم الأمل 8 أغسطس على تلفزيون الآن. عندي أمل.